معايا لسعادة المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية. سعادة المستشار، معالي الوزير، أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك. سعداء بوجودك معانا والله. وأنا أسعد. سلام الدكتور عمرو أولا. ربنا يخليك. ربنا يخليك سعادة المستشار. الحقيقة بس يعني أخبار كده منتشرة حضرتك تقدمت باستقالتك أو شيء من هذا القبيل. غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح تماما. طيب طيب النظرة الآن لما يراه سعادة المستشار معالي الوزير حاتم بجاتو لما يحدث الآن؟ يعني انا افضل الا اتحدث فيه الان، لكن انا لا عايز اقول لحضرتك ان كل ان اي حراك سياسي سلمي وتحرير التعبير عن الراي مكفوله بحكم الدستور ولا يستطيع احد ان يمنعها. هذه اوليات الديمقراطيه. المرجو الا تمس قطره دم ولا يكون هناك لجوء للعنف من اي طرف من الاطراف، لان قطره دم اي مصري اغلى من اي شيء في الدنيا. فأنا أرى أن طالما أن التعبير سلمي وفي الإطار المشروع قانونا ودستورا، هذا ليس مجرد حق بل هو واجب على كل مصري يرى أن التغيير أفضل بالنسبة له طالما في إطار السلم والاحتكام في الآخر إلى الشعب اللي الدستور بيقول أن السيادة له. أما التحول إلى احتراب أهلي أو اقتتال فهذا أمر أرجو الله أن يقي مصر شره، وأن نسمع جميعا لصوت العقل زي ما قلت لحضرتك أن قطرة دم أي مصري من اي طرف من الاطراف اغلى من اي شيء اخر في الدنيا. في ماده في الدستور بتقول ان الجيش يتدخل في توقيت ما. ما فيش الدستور ما بيتكلمش عن تدخل الجيش في توقيت ما، انما الجيش له مهام معينه، والجيش وقياداته هي اعرف واعلم بمهامها وما الذي تفعله، ولا يستطيع احد لا ان يملي عليها ولا حتى ان ينصحها. أنا بشكرك معالي الوزير وزير الدولة للشؤون القانونية سعادة المستشار حاتم بجاتو، شكرا جزيلا لك. وبينفي خبر استقالته الذي نشر وتردد على موقع التواصل الاجتماعي، هو باقي في منصبه لم يستقيل.